تعتب على زوجها، هذه لا خير فيها. المرأة التي والعياذ بالله لا تحافظ على بيتها ولا على فراشها، هذه لا خير فيها. ذلك المرأة الصالحة هي التي إذا نظر إليها زوجها أسرته، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وفي ولده، هكذا المرأة. ولذلك قال جل وعلا: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات حافظات للغيب، بمعنى إذا غاب الزوج أو إذا ذكر الزوج في حضرتها وهو غائب عنها تثني على زوج الزوج التي والعياذ بالله تطعن في زوجها في ظهره، أو تخبر أهلها عن سيئاته أو سلبياته، هذه لا خير فيها. هذه امرأة نسأل الله السلام والعافية تحتاج في واقع الأمر أن تعيد صياغة نفسها، أن تتربى من جديد. كيف امرأة تسرق من زوجها، وكيف امرأة تسب زوجها والعياذ بالله، وتشتم زوجها وتشتم أهل زوجها؟ لذلك يا أخواني وأخواتي، المرأة المتربية الصالحة هي التي لا تقابل الخطأ بالخطأ. هذا الواقع. يعني أنت تعتقدين بأن زوجك غلطان، صح ولا لا؟ لما رحت وتسبين أبوه وتسبين أمه وأهله، أنت نفس الشيء ارتكبت نفس الخطأ. وعندنا قاعدة شرعية: الخطأ ما يعالج بالخطأ. الزوجة إذا غاب زوجها تحفظ ماله وتحفظ أولاده وتحفظ فراشه. الزوجة لا خير في امرأة تروح للناس وتطعن في زوجها: زوجي بخيل وزوجي سيء وزوجي كذا. لا، المرأة تستكتم أمورها البيتية والأسرية، وتحرص على أن تعالج الأمور بكل حلم وصبر وتؤدة. هذه المرأة الصالحة، هذه اللي تخاف الله عز وجل. للأسف بعض النساء الآن بمجرد خطأ بسيط راحت تذيع تنشر الغسيل بين الناس عند أهلها وعند خواتها. وشوف عاد يعني النقل، يعني بعض البيوت نسأل الله العافية مثل وكالة إعلامية، على طول الأخبار تنتشر يمين ويسار. اتقين الله عز وجل، خفنا الله عز وجل. المرأة اللي تحب الله عز وجل وتريد رضاه، المرأة التي تريد فعلا نجاح أسرتها، ما في أسرة ما تخلو من أخطاء، ما في أسرة، ما كل الناس عندهم أخطاء عندهم تقصير، لكن الأسرة الناجحة اللي تستكتم الأمور ما تنشر الغسيل أو الأخبار، هي اللي المرأة تعالج. مثل الرجل استكتم يعالج الأمور بسرية تامة وبهدوء، ويعني المرأة نفس الشيء كذلك، يعطون أنفسهم نفس ووقت ومساحة يتحركون من خلال يعالجون هذه الأمور. أهل النار، لماذا قال صلى الله عليه وسلم يكفر؟ قال الصحابة: يا رسول الله يكفرنا بالله؟ قال: لا، يكفرنا بالعشير. يعني أنت تجد المرأة تبارك، ترى على فكرة كما قال مصطفى السبيعي رحمه الله، يقول المرأة أكثر تعبدا من الرجل. يعني أنت انظر لأمك، استيقظ نصف الليل تجدها قائمة تصلي قيام الليل، تعال قبل الفجر تمسك المصحف وتقرأ القرآن، اذهب إليها في حديقة المنزل تمسك المصباح وتسبح، تعال إلى ربما جالس ويتأمل في العصافير، ما عنده مشكلة. هذا واقع. لكن في المقابل لماذا النساء أكثر أهل النار؟ بكلمة واحدة قال عليه الصلاة والسلام: يكفرن بالعشير. من هو العشير؟ الزوج. لو صنع أحدهم إليها الخير كله فرأت منه شيئا واحدا، يعني شو الشيء مثلا؟ قال لها: أنت عيب عليك، مثلا شيئا واحد صغير. قال: ما رأيت خيرا قط. لا إله، ما رأيت خيرا قط، مصيبة هذه. لا، من أين أنت؟ أواك وجعل لك بيتا وجعلك أما وأنفق عليك و و و، ثم تقولين ما رأيت خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط. هذه الكلمة جعلت أغلب النساء من أهل النار والعياذ بالله، أغلب النساء. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكفرن بالعشير. فلماذا أنت تضحي بالصلاة وبالقيام ومن أخطاء بعض الزوجات إخبار الآخرين بمشكلات البيت؟ فمن النساء من هي قليلة الصبر، فإذا حصل أدنى خلاف أو وقعت مشكلة مع زوجها بادرت إلى إخبار والديها وإخوانها وأخواتها وربما صديقاتها، مع أن الخلاف لا يستحق أكثر من أن يطوى ولا يروى. وهذا الصنيع وإخبار الآخرين بمشكلات المنزل من قلة الوفاء ومن العجلة المذمومة، كما أنه دليل الجهل والحمق، قد يكون سببا لتقويض صرح الزوجية
فليس من شرط البيت السعيد أن يخلو من المشكلات تماما، وإنما الشأن كل الشأن احتواء المشكلات والسيطرة عليه. لهذا كان حريا بالزوج أن تحرص كل الحرص على ألا يدخل بينها وبين زوجها أحد مهما كان ذلك الإنسان، لأنه إن كان محبا تنغص وضاق صدره، وإن كان شانئا أو حاسدا فرح بالخلاف، وربما أظهر الشماتة، وربما أشار برأي معود فطير فيكون سببا للفراق وهدم الأسرة. ولهذا فإن الزوجة العاقلة تكتم ما يكون بينها وبين زوجها حتى عن والديها فضلا عن غيرهم، إلا حين يتفاقم الخلاف ويتعسر الحل فتبحث عن رأي مناسب للحل، أو حين يصبح التحكيم بين الزوجين وسيلة من وسائل العلاج المحدود.